قامت الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة بني سويف وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مشروعات صغيرة مضرة للدخل على سيدات المشاركات بالمشروع بإحدى القرى بمركز الفشن، وذلك في إطار تنفيذ المشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة. واستفادت 50 سيدة من أهل القرية على مدار المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة توعية للسيدات بأسس ومبادئ التربية الصحيحة لتربية الطيور وكيفية الاستفادة من تلك النماذج سواء اقتصاديا أو غذائيا. ازاي ان انا بكون بستلم البطايه من اول يوم، ازاي بحط لها العلف بتاعها، ازاي بكمل معاها برنامج وقائي للتحصينات والتحضينات المهمه. كانت طبعا ندوه النهارده مثمره جدا تحت التحالف الوطني لمجتمعات مصريه مرنه في قريه اقفاص مركز الفشن. تسليم نماذج صغيره للسيدات، ده بيساعدهم اكتر ان هم يحققوا الامن الغذائي لبيوتهم وبتدر الدخل عليهم. طبعا ده بيسبقوا ندوات توعيه ولقاءات مع استشاريين يعرفوا ايه اللي المفروض يعملوه الفتره الجايه علشان مشروعهم ينجح. عندنا نماذج غذائيه متنوعه بتقدم للاسره بهدف التكامل، وبهدف ان احنا بنحقق تكامل اقتصادي وغذائي لكل افراد الاسره. المشروع تبنى مجموعه كبيره من الانشطه زي فصول التغذية وزي تدريبات على معاملات ما بعد الحصاد وزي النماذج الزراعية اللي حضرتك هتشوفوها النهاردة معانا خلال اليوم. الستات بيبقوا حريصين جدا على المشاركة وعلى التواجد الفعال لأن هم بيلمسوا الاستفادة الحقيقية اللي بتتقدم لهم خلال فترة المشروع. بشكر الهيئة الإنجيلية على المشروع اللي هم عملوه لنا ده، كويس وبيوفر لنا وبنبيع وبيوفر لنا وبيعمل لنا إنتاج كتير في البيت. المشروع ده كويس، خدناه واستفدنا من الجلية الجمعية النهاردة، خدنا مشروع الطيور ده كويس واستفدنا منه، وكل الناس مبسوطة بالمشروع ولأنه مشروع كويس كلنا نستفيد منه، نربي منه ونبيع منه ونستفيد، البيت كله يستفيد منه والأسرة.